قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي. قل للمليحة قل للمليحة قل للمليحة قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي. قل للمليحة قل للمليحة في الخمار الأسود يا ليل ماذا فعلت ماذا فعلت في ناسك قد كان شمر للصلاة شمر للصلاة ثيابا لما وقفت له بباب المسجد قد كان ينوي للصلاة ذهابا حتى خطرت له بباب المعبد بباب المسجد فسلبت منه دينه ويقينه واتركته سلبت منه دينه ويقينه واتركته سلبت منه ويقينه واتركته في حيرة لا 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 يهتدي لا 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 يهتدي لا 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 يهتدي لا لا لا
لا لا يهتدي لا 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 يهتدي لا 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 يهتدي ردي عليه صلاته وصيامه وردي عليه ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتلي لا لا تقتلي لا 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 تقتلي لا تقتلي بحق دين محمد ردي عليه عليه ردي ردي عليه ردي ردي عليه صلاته وصيامه لا تبتلي بحق عيسى واحمد لا تبتلي بحق عيسى واحمد لو ان عندها لا تحرم